عمت حالة من الحزن على صفحات التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر وفاة الكاتب المصري الشاب أحمد مدحت عن عمر ناهز 35 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان مدحت قد أعلن منذ أيام عبر صفحته على فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يعاني أعراضا شديدة. يذكر أن أحمد مدحت نشر عددا كبيرا من المقالات الاجتماعية، وكتبت آية عفيفي خطيبة الكاتب الشاب الراحل منشورا مؤثرا معربة عن صدمتها لوفاة خطيبها، قائلة عبر حسابها على فيسبوك: انتوا كلكوا كذابين، هو عايش والله عايش، والله هو قالي ان هو هيكمل معايا، كلكم بتكذبوا. ونعى عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الكاتب الراحل، وقال الكاتب تامر عبده أمين في منشور عبر حسابه على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، صديقي وأخويا الكاتب أحمد مدحت في ذمة الله، دعواتكم له بالرحمة ولنا بالصبر، كسرت قلبي يا أحمد. وكان أحمد مدحت قد أعلن في نهاية شهر مايو الماضي إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إيجابي كورونا والأعراض صعبة جدا، دعواتكم بالشفاء، دعواتكم بالشفاء. يذكر أن الشاب الراحل أحمد مدحت له بعض الروايات الموجودة في السوق، منها التآم التي تتناول العالم السري لوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، ورواية باسكاليا التي صدرت عام 2017 ولها جمهور عريض من الشباب.